مرحبا بمشاهدي لودي جي تي في ومستمعي لودي جي راديو في حلقة جديدة ديال الفار. مرحبا بسي نور الدين والسي عبد الجليل اللي عاود شرفونا بحضور ديالهم. اليوم غادي نناقشوا موضوع ديال إقالة المدرب خليل وزيتش وشكون اللي غادي يعوضو وكيلقيلو القلب في التعويض ديالو. مرات يقولوا الركراكي، مرات يقولوا هاد والتر مازاري المدرب الإيطالي. سنور الدين، اش دارك في موضوع إقالة خليل وزيتش في هذا الوقت بالذات اللي بقات لنا يلا 3 شهور على المونديال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقه الموضوع ديال ما عرفناش واش اقاله ولا استقاله ولا انفصال بالتراضي، لان ما خرجوش بشي بلاغات رسميه تتحدد الموقف ديال المدرب، لانه بعد الرجوع ديالو من العطله ديالو الصيفيه يعني دار ترتيبات باش يهيئ الفريق الوطني وفي نفس الوقت وقع له صلح مع بعض اللاعبين على اساس ان المسائل غتاخذ المجرى الطبيعي ديالها. وتنتفاجئوا في اخر يعني هاد الايام بانه تم يعني انفصال بالتراضي مع المدرب. الى ناقشنا من الجانب ديال الموضوعيه تلقاو بان الانفصال كان خصو يكون قبل، لانه من بعد نهايه داك الدوري ديال الكاس افريقيا ومن بعد الاحداث اللي كانت نتاع التواصل ديالو سواء مع الجماهير الرياضيه او مع الصحافه الرياضيه، كل شيء كان كيتنبأ بانه غادي يوقع انفصال. ولكن غياب يعني قرار رسمي وغياب جرأة في ذاك الوقت وقع تماطل وتنتفاجئوا دابا حاليا بهذه الإقالة. ربما الوقت ديالها يعني جا متأخر، ولكن سواء الحضور ديالو ولا الغياب ديالو ما غيزيد في الفريق الوطني حتى شيء، لأنك عرفنا المستوى ديالو. ومن ناحية ديال إلى ناقشنا النتائج ديالو والانجازات، راه كان مكلاسي بارمي لو بريمي اونترينور ناسيونال اللي حقق، ولكن تتغيب عليه مجموعه مسائل اللي هي كتمثل في الشخصيه ديالو، لان كاين لا كارير بروفيسيونيل شكل، ولكن لا بيرسوناليتي ديالو، وهذا بينس بانه انسان اللي ما مواكبش يعني المتطلبات نتاع التدريب الحديث في التواصل ديالو في لا موتيفاسيون دو جروب. وهذا الشيء وصلوا لهذه النتيجه الاخيره. تنسمعوا بان مجموعه مدربين اللي غادي يلتحقوا بالفريق الوطني، منهم المدرب الايطالي ماتزاري. نور الدين، نرجعوا من بعد شكون اللي غادي يعوضوا عبد الجليل. ما كتشوفش بان تاخروا باش غادي يعلنوا على هذا الانفصال ديال خليل وزيتش، وممكن هنا يكون ضرر بالنسبه للفريق الوطني، لان تنشوفش انا واحد المدرب غادي يوجد فرقه في شهرين ولا شهرين ونص. بالنسبه كيف ما قلت البلاغ الرسمي، حنا كنا كنتسناو دائما الرسميات حيت كانت بزاف ديال القيل والقال في لي ريزو سوسيو والاشاعات، وبنادم ما خصوش يهضر يتكلم حتى تخرج البلاغ الرسمي. عاد الى قريتي ما ورق يعني السطور في هذا البلاغ الرسمي، لانه جا متاخر كما كتقول، يمكن حيت لا فيدراسيون كانت كتبروتيجاتو الماكسيموم، ولكن بقى مع ذلك بقى هو في داك العينات ديالو. حنا راه كنا كنسميوه هنا يعني بديكتاتور، يعني بديكتاتور في لي ديسيزيون ديالو. كيف ما قال نور الدين، بالنسبه للنوفيل جينيراسيون ديال لي جوور ديال دابا، خاصك تعرف كيفاش تتعامل معاهم الا بغيتي يعطيك داك 100%. كيف ما اللي زاد كيف ما شار بالنسبه لا كوب دافريك، كان يعني كان الاحباط، كانت النتيجه سلبيه خاصه بعد الاقصاء مع مصر. جات من بعد لي باراج، لانه نيت كاليفي لا كوب دي موند، عاوتاني المسائل تبدلات شويه. جاءوا المباراتين الوديتين خاصه الهزيمه ضد امريكا اللي زادت عاوتاني، يعني كتشوف جول الشارع المغربي عاوتاني ورك على باش يقيلوا المدرب. يمكن هاد المسائل اللي خلات لا فيدراسيون انها تاخر شويه. ما بالنسبه للتوقيت، فالتوقيت جد مؤخر، وخاصه لا ديسيزيون الخدمه اللي غادي تجي عند الناخب اللي غادي يجي، لا تكون عنده خدمه كبيره.
لا كوب دي موند هذه لا كوب دي موند راه ما كتكونش كل ساعه وهذه سي يعني وهي حاجه زعما صعيب باش تمشي لا كوب دي موند وحنا يعني الحمد لله عندنا منتخب يعني هذا السيد ما عتيني ما نحيدوليش لا ما نحيدوليش لا توسكي بوزيتيف انه كانت طريق شويه سهله بالنسبه لا كاليفيكاسيون حيت شو المباريات لعبناهم عندنا اكتشف بعض اللاعبين اللي اكتشفناهم هذا السيد الا انه كما قلتي الطريقه ديال التعامل مع اللاعبين ديالو وهي اللي كانت شويه يعني كيف ما تنقولوا اثرت على المسار ديالو في البقاء او الاقاله وهاد المسائل راه ماشي لا بروميير فوا دابا اللي كتحصل ليه حصلت ليه في اليابان وحصلت ليه مع الجزائري وخاصه اليابان اللي كنعرفوا الاستقامه ديال اللاعبين ديالها والبروفيسيوناليزم ديالهم باش انهم حتى هما يحيدوا افون لا كوب دي موند راه ماشي داكشي جاير هكذا فدائما ما عارفينش تحت الكواليس ما وراء الكواليس كما تنقولوا ولكن الاقاله تنظن انها منطقيه لعده اسباب غادي نرجعوا لها ان شاء الله. والغريب في الامر مع خليل وزيتش هو انه الرابع من خطره وكيتقصى قبل المونديال بشي اسابيع او اشهر يعني حتى دوك الفرق اللي كان معاهم لا الجزائر ولا كوت ديفوار ولا اليابان يعني كانوا يمكن طاحوا في لو ميم بروبليم كيسكو فوز ان بونسي زعما نور الدين حيت لو ستاتي دونترينور ما فيهش غير الجانب التقني حيت كاين واحد الجانب ديال الشخصيه ديال الانسان لا بيرسوناليتي ديالو اللي فيها بزاف ديال الحوايج وبما فيها داك لو كوتي دادابتاسيون هو اللي نسادابط با للدول اللي كيمشي لهم هاد لي زيكيب ناسيونال واخا تكون مهيكله وعندها ارضيه وعندها اهداف مسطره وهذا تيخرج من لولو ديالو وهذه من المسائل اللي هي عندها هذه خاصه بالذاتيه ديالو يعني ما حاولش يطورها رغم انه عاش في المشكل ديال مع الجزائر ومع الصين وتكرر عليه ديما في لاكوب دي موند هذا تيبين بانه مدرب ربما ما توفقش في هذا الجانب كاركتيريال واللي مطلوب في مدرب هما واحد الخصال ماشي غير الجانب التقني لان الجانب التقني راه اي واحد يمكن له يوصل له ولكن جوانب اخرى اللي هي كتسهل عليك العلاقه وتتسهل عليك التواصل والمسائل هذه خصك تجتهد فيها وتخدم عليها اما هو كان عنيد في جميع القرارات ديالو بغض النظر عن النتائج وبما فيها لان اون ايكيب ناسيونال راه سيتي ناسيون راه فيها الشعب فيها لاعبين فيها لي ميديا فيها بزاف ديال الناس اللي تيدخلوا في هذه المنظومه اذا خص الاحترام خص تكون واحد التواصل اللي هو جيد خص الانسان يكون كبير بهذا المفهوم كبير هو تتنقصوا هذه الخصال تنظن هذه الاسباب ديالو في الفشل ديالو في هاد الفرق اللي خرج منها من لاكوب دي موند ما دارش معهم لاكوب دي موند ابجيل كنلاحظوا بان كان تعطلوا باش ينفصلوا على خليل لوزيتش والان تنشوفوا ان الجامعه كتعطل باش تنومي واحد اخر بلاصتو يعني ما كتشوفش هذا راه ضيع الوقت بالنسبه للفريق الوطني وبالنسبه للبريباراسيون ليكيب ناسيونال مع العلم ان اسمح لي انك كانوا مبرمجين جوج ديال المقابلات دو ماتش اميكو واش هذا المدرب الجديد واش غادي يبقى قابط دو في دو ماتش اميكو او هذا سؤال تيطرح عند الجمهور القبيله يعني ما كنعرفينش شنو الداخل ولكن اللي كنلمسوا حنا على حسب التجربه ديالنا انه يمكن بعد عاوتاني في الاجتماعات الاخيره يمكن يعني الرئيس لا فيدراسيون حاولت عاوتاني يعني تدخل بواحد ما بينه وبين بعض اللاعبين اللي كان ما كيناديتش عليهم زائد الاخطاء التقنيه اللي كانت يدير انا ما نتكلمش على الشخصيه ديالو انه واضحه اخطاء في اللائحه دائما تنادي على لاعبين اللي ما كيكونوش كيلعبوا في لي كلوب ديالهم دي لعابه كبار اللي ما كانش كيعيط عليهم لانه يعني يمكن لا فيدراسيون بقات كتورك عليه باش على الاقل يخضع لبعض الشروط ديالها منها المنادات على بعض اللاعبين راه بلا ما نبقاو نذكروا سميات لاعبين اللي كانوا لعبوا مع نيت منهم نيت زياش راه كان نيجا هو كان تيعيط على زياش وزياش كان افونيت مع رونار المشكل ديال زياش كان يمكن يتحل بانه بقى متعنت تنظن داك الشيء راه جا يمكن شي اجتماع هذا مؤخر اللي انه كما تنقولوا فاض الطارئ اجتماع طارئ وانه صافي قرروا بانه يتخلاو عليه تنظن هذه المساله اللي كانت اللي ادات كما تنقولوا على تاخير
الاعلان ديال الاقاله ديالو او كما تنقولوا كما تيقولوا ما بالتراضي، ولكن انا ما عنديش داك المساله ديال التراضي انهم راه حيدوا دابا. واش عندهم لو بلون بي؟ يعني انا ما كنبقاش هذا هو السؤال. واش تعرف لي ريزو سوسيو ديالنا شحال هادو ما كيهضروا رسميا؟ كاين والد ولا واحد النوع ما كاين واحد بورسونتاج قليل كاين عموته وكاين المهم القيل والقال انه لي ريزو سوسيو راك عرفتي ديالنا لانه ابانوا على مستوى ضعيف انه دائما الاشاعات والاشاعات فمازال حتى حاجه ما كاينه رسميه. يعني هذه واحد 40 تويتر عاد سمعنا بلي كاين كيما مزاري والزاري فهادو دو بروفيل بعدا اللي في المستوى، وتنظن انه بحال هذه الفتره هذه وكما قلتي في المقدمه ديالك باقي لنا 3 موا خص شي حد اللي يكون يعني يكون قريب من المنتخب المغربي، وهذا سي ريسك كبير. اما الا جبتي مزاري ما عندنا ما نقولوا فيه، سي انه سي ان كوتش كبير لو سي في ديالو راه باين، يقدر يعطي لو بلوس للمنتخب المغربي، ولكن يمكنلكش تحاسبوا في هاد لا كوب دي موند. الا نجيب مزاري نجيبوا على ود واحد الفتره شويه طويله بيان سور باش كتبان الخدمه. فالمسؤوليه عند لا فيدراسيون، هما اللي كيتحملوا المسؤوليه ديالهم، وحنا كنتسناو دائما باغيين غير الخير للمنتخب المغربي والظهور المشرف ديالنا في هاد كاس العالم. راه كاس العالم راه خليني من كاس افريقيا، راه عندك دو زادفيرسير ولو تخوازيام حتى هو بالنسبه لي في لا كوب دي مون تيكونوا لي تروا زادفيرسير كلشي مجد، انه يكون عندك مباريات كبيره وكبيره بزاف. ميم كندا راه قويه دابا، فالمسؤوليه راه فيدراسيون كتعرف اش كدير، ما نحيدولهاش حتى المجهودات اللي كدير وحتى النتائج اللي حصلت في عهد ديال هاد لا فيدراسيون دابا برئاسه سي القجع. فنتمنوا نتفائلوا خير ان شاء الله. فلي بروفيل كما قلنا بجوج انهم في المستوى، ولكن تنظن انه مدرب بحال المازاري يعني غادي يعطي لو بلوس للبلاد ديالنا. نور الدين، في حاله يعني غياب نتائج مطمئنه ولا نتائج ايجابيه في المونديال، واش يمكننا نحملوا المسؤوليه للطاقم لا فيدراسيون؟ لا لا فيدراسيون كلها، لان بهذا الارتباك وهذا ليزيتاسيون داك الشيء هذا راه الميليكيب ناسيونال اون ديفيكولتي. دابا الفريق الوطني دابا الحمد لله سمعنا هذه السيمانه بانه لونترينور مشى بحالو باش يديروا واحد النهائي لهاد لي سبيكولاسيون على يمكن في 48 ساعه القادمه غادي يبان المدرب الرسمي. بالنسبه ليكيب ناسيونال هضرنا على لي جوار عارفينهم ديال ليكيب ناسيونال، ودابا راه ملتزمين بالفرق ديالو. كاين اللي راهما دي تيتولير، كاين اللي راهما وقعوا لهم اعطاب، كاين اللي راهما مازالين في الشك في الفرق ديالهم واش غيكونوا غادي يكملوا ولا لا، لان حتى الميركاتو مازال ما حسمش. تتبقى العمليه ديال الناخب الوطني، اي ناخب وطني دابا جبناه راه عندنا الوقت باش يناقصوا مع المشروع كما قال، ماشي مشروع ديال النتائج ديال الانيه نتاع لا كوب دي موند، ولكن خص يكون واحد البروجي الارجي، لان دابا كاينه اون ديريكسيون تكنيك جديده، كاين ان اونترينور جديد. اي اونترينور دابا اللي كنهضروا عليه جديد خص يكون عنده لو بروفيل باش انه يجمع ما بين العمل ديال ليكيب ناسيونال ا اللي كنهضروا عليها دابا اللي غادي تمشي تشارك، ويزيد عليه لا فورماسيون دي جون اللي غيمكن لهم انتغريو ليكيب ا، لان عندنا مجموع ديال النقائص في كلكو بوست، وهذا عمل اللي هو غادي يكون في المشروع ديال المدرب اللي يجي. اذا تنظن لا فيدراسيون الا خدات على العاتق ديالها باش تحيد مدرب وتجيب مدرب، ضروري بان غادي تكون عندها واحد الاستراتيجيه ديال العمل وواحد المشروع اللي غادي يكون واضح المعاليم، لان هضرنا بزاف على فورماسيون وعلى لي كاتيجوري دي جون وعلى هادشي كله، هو اللي اساسي بالنسبه ليكيب ناسيونال، خصو يتفعل ويتحط على ارضيه الواقع. تنظن ان لو جيملاج نتاع لو ديريكتور تكنيك بلج ومع لونترينور سواء كان مغربي ولا كان اجنبي خص تحط الاهداف المسطره، اللي هي اولا عندنا لا كوب دي موند. لا كوب دي موند ما يمكنناش حنا نجمعوا اللاعبين في دي ستاج غير هكاك، لان فيفا كتحدد المواعيد. اذا الاختيارات نتاع اللاعبين خص الاختيارات اللي غادي يكونوا اللاعبين جاهزين، واللي كنضيف عليها بان المدرب خص يكون عنده واحد لا كونيسونس بارفيت تاكتيك باش يمكن له يوظف هاد لي كومبيتونس اللي عندنا ويظهر بمظهر مشرف لا كوب دي موند. اون ميم طون راه حنا خصنا نوجدوا فريق
اللي خصو يتأهل كأس إفريقيا، رغم أننا تنقولوا كأس إفريقيا عندنا في ذاك لي تور بريليمينار ساهل دي زيكيب سوار، ولكن خصنا نوجدوا يعني منتخب يكون قوي دي بوست مزيانين، وتكون لا ستركتور كلها المنظومة كلها اللي أنت منتخب وطني تكون منظومة اللي عندها واحد اللي تكون عندها واحد لا فيلوزوفي في الجو إفلوداس، لان دابا اللي كنبين حنا اي مدرب غادي يجي ما يمكنلوش هو يجي وخلق فلسفه ديالو د اللاعب مع مجموعه معينه في واحد الوقت جد قصير. اذا خص العمل، وخصنا اي مدرب دابا غادي يجي يدخل على هذه المهمه الجديده يعني نعطيه الوقت ونتبعوا له يعني المشوار ديالو، ولكن يبين بان كاين الملامح ديال لا بروغريسيون، ويبين بانه داخل في لا كونتينيتي دان بروجي. ما جبناش ان بروجي اللي هو يعني مستحيل ويعجزوا عليه، وفي نفس الوقت خصنا نهضروا على الانديه ديال البطوله الوطنيه لانها كتدخل في هذا النطاق. نحط لك جوست سؤالات. السؤال الاول، واش تظن بهذا الفريق هذا اللي عندنا حاليا يمكننا نديروا شي نتائج ايجابيه في المونديال؟ وحاجه اخرى، الا عطيتك البروفيل ديال الركراكي والبروفيل ديال المزاري، يعني فين كتشوف الاختلاف ديال بين هاد الجوج؟ هاد انا بالنسبه ليا الركراكي باقي ما عندوش ان اكسبيريونس انترناسيونال، عنده ان اكسبيريونس في لي كلوب عرب، الفتح، الوداد، قطر يمكن، ياك؟ وي فين كتشوف؟ فبالنسبه كما قلتي حنا قدام انا خاريوزيتش 3 زون لعب 30 ماتش 30 تشكيله، دونك كيفاش غادي نعرفوا هاد؟ دائما كاين تغيير على الاقل ديال 4 او 5 اللاعبين في شاك ماتش، هادي حتى هي اللي كنا كنواخذوا عليه، زائد اللعابه اللي كما قلت سابقا انه ما كانوش كيلعبوا تيتم المنادات عليهم. عندنا ليفيكتيف كيخص داك لو شوا ديال لونترينور على حساب لو سيستيم ديالو، حيت وليد لافونتاج د وليد كما قلتي عنده لانكونفينيون، بدا بلانكونفينيون انه ما كايناش تجربه، ولكن وليد ان شاء الله يكون حتى في المستقبل، الا ما كانش دابا غادي يكون من بعد. سي ان بون كوتش، عنده الكومونيكاسيون مزيانه مع اللعابه، كيعرف اللعابه اللي كيلعبوا هنا في البطوله ديالنا، وكيعرف اللعابه المغاربه اللي تيلعبوا خارج الوطن. اما ماتزاري سي اون اكسبيريونس، لعاب اللي مدرب اللي كبير ودرب عده فرق، كالياري واتفور فرق كبيره طورينو. في لو نيفو لعبت تدربت في انجلترا في البريمير ليغ، عنده داك البروفايل ديالو انه حتى الا شتي لا سيليكسيون ديالنا في البونتوش ماتزاري حتى هي تعطي داك ليماج دو ماركه، تعطي واحد كيف ما تنقولوا لادفيرسير، حيت هاد المسائل راه مهمه. الخدمه ديال 3 ديال 3 ديال 3 ما خدمه، ما كايناش 3 ما ديال الخدمه، حيت اللعابه راه يمكن يشوفهم حتى اسبوع قبل من كوب ديبو، يعني خص واحد التواصل كبير، وغادي يشوف الاشرطه، غادي يشوفها، غادي يتبع اللاعبين، ولكن الطريقه هو باش كيلعب الطريقه الايطاليه خاصه ديال مازاري، سي 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 لو غروب عنده، ما عندوش حتى لي انديفيدياليتي، تعتمد على المجموعه، خص المجموعه الخدمه باش تخدم مجموعه، خص الوقت بزاف يكونوا يعني دي ستاج دو افيك هاد لونترينور. فلو ريسك اللي خداو كبير انه الاقاله ديالو خالي لوزيت جات متاخره، كانت تكون على الاقل من بعد المباراه ديال الكونغو ديال الكونغو. كان داك الفتره ما بين كاس افريقيا البراج كان فتره يعني قصيره، كان يمكن لي يجرب ما يمكنناش نحيدوه، نخليوه حتى لي باغاج نحيدوه، او نخليوه حتى تسالي لا كوب دي موند يتحمل مسؤوليته كما عاد نحيدوه. دابا تيحمل المسؤوليه الجامعه اللي في هاد الارتباك هذا ديال البروفايل ديال الوليد كيف ما قلتي نقص، حيت اي واحد يمشي راه سي لا بروميير فوا غادي يمشي لا كوب دي موند، مي سي ان اونترينور ديال اللي عطى النتائج ديالو كيف ما قلتي محليا، عطى افريقيا دابا عطى، مي تقدر تحرقوا هذا سي كادو اللي خصنا نحافظوا عليه. ابسوليمون لا هو لا، هذا هو المشكل ديال نقدر نخليه انا حتى من بعد نعطي ليكيب ناسيونال، بان بزاف ديال الكادر اللي يقبطوا ليكيب ناسيونال بالتوقيت اللي دابا اللي حارج بزاف. نور الدين كتقني وكاطار وطني، ليكيب ناسيونال خدات دو ماتش اميكو قبل من المونديال، هادي دو ماتش اميكو كلهم مع دو زيكيب لاميريك دو سود، وحنا ما عندنا في الجروب ديالنا الاول ما عندنا حتى فرقه من امريكا دو سود. اما كيفاش كتشوف هذا الاختيار هذا؟ واش يمكن لهم هاد المدرب الجديد يغيروا؟ ولا الا تحط ماتش اميكال ودخل في لو كالندري راه التغيير ديالو ما تيبقاش، لان
حتى دوك لي زيكيب راه تيبنيو على على لي ماتش ديالهم كونتر المغرب ابسوليمون لان لا بيريود اللي دار هو هذا الاختيار ما نقدوش نعرفوا اكزاكتومون شنو هو الهدف منه ولكن كان مازال تيجرب في لي سيستيم ومازال كيجرب في التشكيله ومازال كيجرب في كيلكو بوست نتاع بعض اللاعبين المدرب الجديد كما قال السي حجي على ان ستان ايطاليان الا كان هو وهضرنا على ايطالي مع الركراكي باش نعطي واحد المفارقه بسيطه الحياه ديالو كلها هو تيلعبها في ايطاليا كلاعب وكمدرب استثناء سنه واحده اللي مشى فيها الواتفور اذن عنده واحد الطابع اللي هو طابع قديم عند لي زيطاليون وكنشوفوهم كلهم بينهم هو داك تيلعبوا بداك لو سيستيم داك لو فيروس سويس ستادير اون ايكيب كي دافون بيان ديفونسيفمون اون بون كاليتي فيزيك اتليتيك ويخدموا على لي جو دو كونتر حتى في لو سيستيم الجديد دابا اللي لاحظنا مع مانسيني لو ديرني اونترينور من 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 لي كاليتي بريمورديال دان جوار وخصو يكون كيروبليو كيمشي في لو كونتر وتكون لا فيتاس وهذا واش المواصفات كاينه في فريق الوطني اللي بغينا نقولوا بانه هو مدرب علاش قبيله قلت بان خص تكون عنده واحد لا بيرفيكسيون في 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 لو سونس تاكتيك باش يخدم على لي كاليتي ديال الوليدات على اللعابه ديالنا سيتادير حنا عندنا دي جوار تكنيك عندنا دي جوار اللي هما سور لو بلان فيزيك مويان ما عندناش دي طالون وما عندناش دي جوار اللي كيديروا لا ديفيرونس وعندنا في كل كومبارتيمون عندنا ضعف اذن بالذكاء ديالو وبالخبره ديالو يمكن له يدير اون ايكيب اوموجين يخدموا عليها سواء كان الركراكي ولا 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 المدرب الايطالي اذن هذه هي اللي كتفرق دابا ما بين جوج مدربين هو انني خصني نمشي عند داك لو جروب ونخدم على كومبيتونس ديالو وعاد نخدم تسكو عندي اون باز دو طراي هذيك لا باز ما فيلوزوفي ديال الخدمه عاد عاد غادي تبان اما بالنسبه للفرق ما بيناتهم وليد الركراكي فعلا كنا مازالين تنتمناو يكمل في البطوله ويزيد يكبر ويدير لي تشامبيونز ليغ مع دوطر ايكيب لان حتى المدرب حيت تيبدل الانديه تيعطي واحد لا ريفيرونس حيت تيبقى ديما تيعطي نتائج تتبان لنا ريفيرونس طبعا لا ريفيرونس ديالو كانت مع جوج فرق هي الفتح والوداد مزيانين وصل لواحد المستوى عالي ما كاينش اللي غادي يناقشوا حاليا قدو نصنفوا من المدربين الاوائل المغرب ولكن كتجربه في 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 ليكيب ناسيونال ما عندوش هذا غادي يربحها مع الوقت حيت اي مدرب تيدوز مع الجيل خصو الوقت لان حتى المدرب الايطالي مثلا لا جا ما عندوش التجربه ديال ليكيب ناسيونال ولكن هنا الا كان مدرب عنده كاريزما وعنده تكوين عنده داكاليتي ديالو يمكن له ينجح اللي غيكون مهم هما لي زاكتور اللي عندك واش يمكننا نطرحوا سؤال واش هاد ليكيب ناسيونال اللي غيدخل عليها اي مدرب واش كلها جاهزه هذا هو السؤال اللي باش تمشي لنا لا كوب دي موند دير ان بون بريستاسيون هذا هو السؤال اللي قلت لعبد الجليل ما عندناش اللاعبين كلهم في الجاهزيه الكبيره ولكن كما قلنا خصنا ما نبقاوش ملهيين مع ليكيب ناسيونال خصنا نخدموا على لو بروجي ديالنا ديال لو فوتبول ناسيونال بما فيه الاوتور بما فيهم الفئات العمريه بما فيهم المدربين ونهيئوا كما قال السي حجي المدربين ديال ليكيب ناسيونال اللي يمكن لهم ياخذوا الفريق الوطني بالنسبه للركراكي وكان كانت عندنا نسبه مئويه كبيره ديال اللاعبين اللي هما كيمارسوا في البطوله الوطنيه المغربيه نقول لك هو ينجح على ما تزاري ولكن عندنا العكس بان عندنا جوج لاعبين ولا اللي كيكونوا في الميدان في البطوله الوطنيه والاكثريه ديال اللاعبين من الخارج اذا كتبقى الحظوظ ديال كل واحد الا كان يعني راه كاينه ولكن كيبقى المشروع المستقبلي هو اللي خصنا نبناو عليه اما لا كوب دي موند غادي تجي وقتها وغادي تدوز عبد الجليل هذا المشروع على متى يهضر المستقبلي نور الدين واش ما كاينش فيه زعما دي زونترينور ماروكان باسكو واحد الوقت كانوا كيهضروا على عموته كونترينور ليكيب ناسيونال ا اي كان صرح بها حتى الرئيس الجامعه انه كان كيوجدوا ليكيب ا ولكن راه ما شتي والو يعني بعد الاقصاء في كاس العرب ما فكرت فينا مع الجيري ولا الجيري اللي مشات بالمنتخب تقريبا الاول ديالها وتقصينا ب كان كوتشونس بضربات الجزاء يعني ماشي شي سميتو راه كلشي نزل على عموته عاوتاني يعني كما تنقولوا نزل داك نزل شويه عموته بعد ما قبل كان يعني المغاربه كلهم كيناديو باسم عموته الحين دابا كلشي عاوتاني كينادي بالركراكي
فالمسائل ما كتمشيش بحال هكذا. حيت دابا حنا بعدا لا كوب دي موند ما عندها حتى علاقه ب مع الكره ديالنا الشان ولا بالشامبيونات ديالنا ولا كوب افريكا. هذا سي ان جروب دو 3 وتيكونوا دائما عندك جوج ديال المنتخبات اللي احسن منك وحسن منك بزاف، تيكونوا هما لي فافوري باش يدوزوا. كنقدروا نفيزيو حنا لوجيكمون نفيزيو لا 3 بلاص باش نكونوا بارمي داك 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 الميور 3 الميور 4 تو كرو الميور 3 4 تيدوزوا داك سميتو. نقدروا نفيزيو هادي باش بلي جوور ديالنا، حيت دابا خصنا نساو المدرب اللي غادي يكون. ابسولوتمون الميساج ديالي يكون لي جوور لي كادر دي جوور هما اللي كيعرفوا بلجيكا كي دايره وكيعرفوا كرواتيا كي دايره، يمكن انت ما تعرفوش بزاف كندا. ف يعني المسؤوليه دابا على الكتف ديال اللاعبين، فهنا كيبانوا اللاعبين الكبار واللاعبين، حيت ما عندناش حتى قياده. افون كان اذا في دو كابيتان يعني لا من زكي وانت قبل سميتو، دابا ما كاينش عندك سايس ما كيلعبش بزاف دابا بلي بليسي لاريير غوش الحمد لله الى ريكوبيري دابا دار لو ترانسفير ديالو للميلان راه تيلعب راه لي بيان ماسينا اللي في المستوى اللي الناس كلها كانت كتهاجمو. انا كنت من الناس اللي كنت مرتاح ليه، حيت باين باين الكاليتي ديال سيرتو فيزيك ديال هاد اللاعب داري بارامون هادو الناس اللي يبداو يلعبوا بوفال الى غوبري سي بيان داري اللي كان غادي يتحرق مع هايلوزيتش حتى هو اللي راك شتيو المعلم اللي كان تيتعامل معاه مزراوي واش خصو يبدا يلعب في الباير الى بغى يلعب في المنتخب. فالمسؤوليه تنظن انه تكون 70% على اللاعبين ونساو المدرب اللي غادي يجي. مي كان الى زازيه شايجي كاليدر خصو يكون تيلعب، راه ما فيهاش الاسماء دابا. راه حنا وندخل تندخلوا لو ماتش وحنا ماشي الفافوري باش باش نربحوا. نعم بيان سور، راه سيغ لو بابي كتلعب مع بلجيكا ولا لعب مع كرواتيا راه ما نكذبوش على راسنا، راه هما اللي هما اللي هما اللي غادي يربحوا سيغ لو بابي. دونك خص لو جروب يكون مزيان وان شاء الله كما تنقولوا دائما نتفائلوا خير. ما يبو موا الركراكي خصهم يبعدوه في هذه الوقيته باش ما كما تنقولوا ما يحرقوش. الى يعطيوه الركراكي يعطيوه عليه بوندون واحد دو زون ولا تخوا زون ماشي غير باش حيت حنا في حاله الاقصاء. راه تنقول لك راه لي ريزو سوسيو والشارع كله راه غادي ينزل على الركراكي، ولكن هاد لي ريزو سوسيو التاريين غادي يبداو هذا هو المستوى ديال الناس ديال اللي عندنا في لي ريزو سوسيو. راك شتي الاشاعات هي اللي غير لي فيك نيوز كل مره مع هذا مره مع هذا. هذا هو المستوى ديال ديالنا في على عين على قضيه لي ريزو سوسيو. زعما شنو هو المشكل la solution qu'on peut trouver pour ou même qu'arrivons ni à rien ou est-ce qu'est-ce que ces deux les dialogues ma qui brûche le Maghreb تي بغيو واحد إشاعة ولا واحد بلاغ باش يكون عنده كلهم تيلعبوا على الماديات باش يكون عنده واحد مدخول. دونك تيطلق دائما كتلقى عاجل بلاغ عاجل هو ما عاجل ما والو ما كاينش كاع هو عنده الاهم هو الدخول عنده لو كونتوني. ما يقول لي عنده شي غير على المنتخب الوطني. فالناس اللي في دمها الكرة هي اللي كتحرق على المنتخب الوطني. فمازال عندنا الوقت 3 ما عندنا هاد لا فاز ديال الجروب. خص اللعابه هما اللي ينوضوا يخدموا دابا، حيت هاد الفرصه راه ما كتعطى لهمش كل ساعه. هذا نداء اللاعبين انه راه مزيانه ليه مصلحته هو مصلحه البلاد ديالنا. وراه كتعرف ملي كدير ان اكسبلود دوز دوزيام تو راه حتى لا فالور ديال ديك لي جوور ديالنا كلها كتطلع هذا هو اللي كاين. ما واللي واجد هو اللي خصو يكون ما اللي ما كيلعبش في الفراق ديالو بحال كما قلتي زياش الا ما لعبش راه تيقلب دابا باش مازال ما حنا من هنا للخر ديال ما بغاش يمشي لمانشستر من هنا الاوت الا مشى لشي فرقه خصو يكون تيلعب مي غادي يفعلها حتى من بعد واخا يمشي للمانش واخا يمشي دابا لشي فرقه يمشي فيغ لا فان اوت بور سادابتي لهاد ليكيب الجديده ديالو خصو واحد المهم اللي يكون تيلعب تيكون عنده لي ماتش الا بقى تيدخل ديك عنده دي مينوت دو جو لا 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 خصو يكون تيلعب ماشي غير هو اي لاعب اللي غادي يلعب في كوب دي مون على الاقل يكونوا في رجليه دي ماتش ويكون كومبيتيتيف باش يكون في المستوى. كلمه الاخيره نور الدين لا حيت هضرنا على لي ريزو سوسيو ولا هو اللي بغيت ولات كلشي تيهضر ولكن كاين دي ريزو سوسيو اللي هما تيعطيو دي ميساج كريديبل تيعطيو لانفورماسيون جوست وكاين دي ريزو سوسيو اللي هما يعني غير معقولين. ولكن في غياب المراقبه خاصها تكون مراقبه في هذا الجانب. اون بليس
خص لا فيدراسيون تكون كتسبق الاحداث، ما نخليوش لي ريزو سوسيو ديما ولا حتى يهضروا هذا، خص هي تسبق الحادث. عندنا مثلا المدرب ولا سينور ديما كلشي يخرجوا يهضروا كل نهار، لا ماشي كل نهار، عندنا صحفيين في المستوى اللي تيقول لك دابا وليد رسميا تيعطاك لو ستاف ديالو وعطاك كلشي، وانه صحفي ما بغيش نذكر الاسماء اللي في المستوى ما يعني واحد لا حتى نهضر على بلاغه رسمي. هو كان نور الدين سمح لي عبد الجليل، هو كانت الجامعة غدير الدور ديالها تعلن تعلن رسميا بواحد، حنا كنخرجوا خدينا هذا وخدينا هذا وصافي، ولكن ما كانوا مازال ما خداوش، مازال ما قالوش يخرجوا دي باين رسمي، يخرجوا باين رسمي، ولا كنا تيل دات سوم اون تران دو ولا تيل دات راهو فادي سيدي او سوم اون تران دو ساهمتو يحبسوا السبيكولاسيون ديال لي دو سيمين الاخرى كلها. الركراكي في لاباج خلي وليد عاوتاني عموته في الوداد الستاف ديالو ما له الو راه عموته مازال ما قالش حتى شي حاجه، ثلاث ايام خرجت فيديو ديالو حوار ما سميتو، يعني هذا هو اللي يقدر بنادم اوديو فيديو كتشوف السيد كيهضر على لا 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 سميتو لا بريباراسيون ديالو في النمسا على جونفي. السيد ما كاين يعني تيقول لك انا تنوجدو جونفي وعندنا دي ماتش اميكو اكزاكتو ما كتحير ما كت الله يهديهم وصافي، ما راه كي سي او غير الوجه ديال لي ريزو سوسيو ديالنا ديال المغرب، خصنا نكونوا شويه في المستوى حتى المصداقيه ديالهم فوالا. سي دوماج انتوك، حنا في لو دي جي تي في كنحاولوا ما امكننا باش في الفار نحاولوا ما يمكن باش نعطيو الخبر اليقين وما باش نكتسبوا المصداقيه اللي عند عبد الجليل ونور الدين. حنا تكلمنا اليوم على جوج الناس حيت هما تقريبا اللي مرشحين، تنظن على مازاري ووليد هذاك الشيء، وكان ما قلناش بلي رسميا راه كاين فلان او فلان، حنا تكلمنا على لي بروفايل ديال وليد وعلى ديال مازاري في حاله ما شي واحد منهم قبط لا سيليكسيون، هذا الشيء اللي يمكننا نتكلموا عليه. على اين في انتظار باش يتعين هذا المدير الجديد ويبدا المغرب البريباراسيون ديالو بوغ لو مونديال، وكما قلتي حطوا ان بروجي فوتباليستيك بوغ لي زاني افونير ابري المونديال. كنشكرك عبد الجليل، كنشكر نور الدين، كنشكر الطاقم التقني اللي على رئاسته محمد سيمو ايت بن الحسن ندى والمجموعه ديال لي ستاجير اللي معنا. باي باي، ا تري بيانتو.